call me a god. إذا كنت تريد تشتري أي أسلحة أو فضة أو أي حاجة تخص لعبة سكال أند بونز أو أي لعبة ثانية مثل ألعاب فيفا، ادخل على الرابط الموجود في الوصف ولا تنسى أنك تحط كود نوب. أيوة تقدر هذيك صح؟ هذه السفينة موجودة؟ أيوة. بعد تقدر تتواصل اوكي المندو والله لو وش اللي سرعنا؟ ما صبتهم حرام. بموت بموت ما عندي وقت. مت دعم صارتنا. أريد أخلص بسرعة عشان أروح للتحدي الثاني. يلا سريع. والله عندي بعد سلامة الهيكل.
وصلنا للنص ساعة معقولة وينها؟ راحت بعيد. ليش راحت بعيد هناك؟ أريد أرجع لللوت مالي. سفينتهم صارت بعيدة فجأة. كيف خلص المش... لأني وين لوتي؟ هربت. هذه الحاجات اللي تأخر للوقت مع هالثنين. كيف صار خلفي؟ ضرب الأسرع. وين بتجي؟ وين بتجي؟ كيف قبل شوي اختفى هذا الصندوق اللي في الخلف؟ حلو. لا لا لا، هذا الهروب اللي ما أحبه. أريد أسوي لها هربت ورا. الهروب بيمنع عني الصعود، والسبكتروم ما اقدر اجيبه الا بالصعود. يلا شوف إذا أقدر أواحي وألحق على السفينة الثانية.
هذه فكرة الفيديو اصلا كامل. اريد اللي اريد اسويه اني الحق على السفينة الثانية. بنشوف اذا قدرت اوصل. عندي 3000 وعندي 5 دقائق تقريبا من شروق الشمس. اتوقع بقدر اوصل لكن ما اعرف اذا بتكون موجودة السفينة ولا اكون متأخر اوريدي. اريد اطلع بعد من هذا. بدنا اساعدك بمهمة. والله اذا يمديني، لاني اوريدي انا الحين كم نص ساعة وبشوف. اذا خلصت الريد ايل كامل وانت اونلاين نقدر نلعب مع بعض التحدي لابيست، لان اريد اخلص تحدي لابيست. بيكون تقريبا على الساعة 11:30 او يعني 10:30 بتوقيت السعودية. هذه هي، في شخص يحاربها، في شخص يحاربها. ايوه، عسى انه ما يقتلها قبل ان نوصل. اوكي، بعدها امورها طيبة. بعدها امورها طيبة، فقدرت اني اخلص سفينتين في كم ربع ساعة تقريبا بيكون. مع ان هذيك دمرتني كم مرة، يمكن اكون خضيت اكثر من ربع ساعة فيها، بس هذا بيكون فيها الشخص. كيف الصندوق يجي ويختفي؟ الصندوق اللي في الخلف يقترب ويبتعد. هذا الصندوق، هذا حلوة. كيف هذا الصندوق استفيد منه كثير في الدامج، ينقص كثير. اريد كريتيكال. ليش 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 تحركت بسرعة؟ لا اوكي، يا اخي كريتيكال دامج كانت. نو ويت،
يس. هلا يا اخي صعود سويت ليش؟ اوكي اخذنا الصندوق الغامض اهم شيء وخلصنا. حماد الايثر اوكي. اذا بكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. بهالطريقة تقدر انك تخلص سفينة الاشباح بسرعة وبشكل يعني متتالي، حتى تقدر انك تخلص سفينتين مع بعض. لو رحت للسفينة اللي موجودة هنا تعرفوا مكانها بالضبط، والسفينة الموجودة هنا ترى هنا الاماكن، هذا واحد واثنين وهنا الثلاثة، هذا الاربعة اللي خلصناه وهنا الخمسة اللي بعد خلصناه. فانت لو تروح اللي هنا واللي هنا تقدر تسوي اثنين مع بعض، لو تروح اللي هنا واللي هنا تقدر تسوي اثنين مع بعض. راح احاول اني ارخل مع تيم في ثلاثة اشخاص وبخلص ثلاث اماكن متتالية او في وقت واحد. هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى انه عجبكم واستفدتم منه، اتمنى انكم ضغطوا على زر سبسكرايب زر لايك تشوفوا باقي الفيديوهات. هناك في فيديوهات مهمة، بعض الأحيان تجيني أسئلة عن حاجات أوريدي تكلمت فيها، فخذوا لكم لفة على القناة. نفس الشيء لا تنسوا أنكم تدخلوا على موقع الموقع الرابط اللي كتبته تحت للمتجر، وتستخدموا ديسكاونت كود اللي هو نوب. وهنا نهاية الفيديو، نشوفكم فيديو آخر والسلام عليكم.